عيد أم معاد؟ كانت مصر للناس تكية ومشرب، باتت تسأل قوتها كالمعسر المعذب. فالفقر يعشق الضعيف المهذب، والضعف يظلم أهله وبهم يتخيب. سألوا الفقر من تسعى إليه وتذهب، قال من ليس عنده الغنى مذهب. المال يهوى القوي وعليه يتصبب، ويكره كل جاحد لسخائه مكذب. أردت أن أقول لكم عيد سعيد، بيد أن السعد بات منكم بعيد. فشعب مصر من تاريخ مجيد صار ضحية وباء وحروب تليد. والعيد قد حل والشعب قعيد، فالشر في أنفسكم شريد بليد. يهجر بجود وود سديد مديد، يكن لكم العيد عيد والغنى بينكم يزيد. فالله لن يغيركم قبل أن تتغيروا. مع تحيات شادي طلعت.